ملف السلاح وتفاصيل متعلقة بإطلاق العيارات النووية ضمن المناطق السكنية وفي الشوارع والأزقة ضمن احتفالات رأس السنة والاحتفاليات اللي تصير في عموم البلد، سواء المناسبات الدينية أو المناسبات اللي تحتوي على فرح أو المناسبات اللي تتعلق بدقة العشائرية أو ما شابه، وهذه التفاصيل احنا في قيادة شرطة بغداد وفي وزارة الداخلية. في وزارة الداخلية رئيس الفريق التنفيذي لحصن السلاح بيد الدولة هو السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق حماد الدليمي. طيب. وفي بغداد هو السيد قائد شرطة محافظة بغداد. اكو جهود كبيرة للقيادة في هذا الموضوع، يعني وانا اتحدث عليه يعني الان معاك قبل دقائق تم القاء القبض على مجموعة اقدمت على ممارسة الدقة العشائرية في منطقة الزعفرانية في بغداد. تم تطويقهم من قبل مفارس شرطة بغداد في مركز شرطة الزعفرانية وايضا من قبل قوى ماسك الارض، وتم اعتقالهم وكتابة بهم للسيد القاضي اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم وفق القانون. طيب. بالتالي اي شخص يقوم باطلاق العيارات النارية راح يكون تحت طائلة القضاء وراح يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه. اضافة الى ذلك احنا في الايام الاخيرة عندنا حملة كبيرة لتعرفة المواطنين بقانون الاسلحة، هذا القانون المهم اللي يجب على الجميع ان يكون عنده اطلاع على فقراته. طيب. يعني بعض الاحكام توصل الى في حال انه استخدام السلاح في اعمال عنف وارهاب وما شابه توصل للاعدام وللمؤبد، وبعض الاحكام انه في حال انه حصولك على سلاح بدون موافقة او رخصة او استخدامك بقيامك بعملية تصليح سلاح او ما شابه. طيب.